يا صباح الخير ياللي معانا من داخل مصر ومن خارجها، جماهير النادي الاهلي العريضه في كل مكان في العالم، سيدات والساده متابعينا في كل مكان، اهلا بكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي ان شاء الله. كالعاده حضراتكم هتسعدوا معانا في حلقتنا النهارده. للاسف حلقه النهارده هتكون يعني ستكون خاليه من الزميله العزيزه نهاوند، لان هي صحت الصبح النهارده يعني تعبانه حبتين، بنقول لها الف سلامه وان شاء الله ترجع تنور البرنامج في اقرب فرصه باذن الرحمن.